ورشة عمل على مدى 3 أيام تمثل انطلاق دراسة تشخيصية حول المنظومة التربوية في تونس بين وزارة التربية والنقابات والشركاء الماليين العالميين من أجل التعليم، الذين يشترطون تشخيصاً تشاركياً بغرض تمويلها والمساعدة على النهوض بها في اتجاه تحقيق الجودة لهذه المنظومة. مش باش نعاودوا التشخيص، لأنه ثم حوايج موجودة حاضرة، لكن ثم حوايج جديدة مستجدة خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى البنية التحتية، على مستوى الموارد البشرية، على مستوى الحوكمة، على مستوى التكوين، الوقوف حول نقاط القوة ونقاط الضعف في منظومتنا التربوية. هنالك مكاسب عدة حققتها تونس في المجال التربوي، لكن جهود متواصلة لمواجهة تحديات جديدة في هذا المجال، لذلك نرى أن شراكتنا مهمة لبلوغ هذا الهدف. الورشة تعتمد المنح التشاركي بالتنسيق بين مختلف مكونات المنظومة التربوية قصد إعادة إطلاق مسار الإصلاح الذي تعطل منذ سنة 2015 واستغلال ما أظهرته جائحة كوفيد من هنا لتعديل هذه المنظومة. الورشة هذه نأمل من أجل الشراكة أن تكون داعمة في تشخيص ما توصلنا إليه الحقيقة، لأنه ما توصلنا إليه في منذ 2015 هناك حالات تجاوزها الزمن ويجب تعديلها، واليوم بسبب هذه الكارثة والجائحة كوفيد وفرت لنا فرصة أخرى لإعادة التفكير، لأن التعليم ما قبل كوفيد ليس التعليم ما بعد كوفيد. لا يوجد خيار لتونس إلا أنها تعمق هالإصلاح هذايا، أنها تجعل أن التربية والتعليم تكون في عمق المجتمع وتكون كذلك أداة للتغيير، تغيير السياسات، تغيير العقليات، إعطاء المعرفة. إذا كان نحب نبنيه مدرسة جديدة اللي تكون مدرسة لكل طفل تونسي، لازم تكون المحور متاعها يدور أساساً حول الطفل التونسي. دراسة بالتعاون مع برنامج الشراكة من أجل التعليم سيمكن من صياغة تشخيص من المفترض أن يستجيب لانتظارات البرنامج حتى ينخرط في وضع برنامج تمويلي كامل للنهوض بالمنظومة التربوية من أجل أكثر جودة.